على متن طائرة سعودية نقل صالح علي سعد إلى الرياض بعد أن ساهم في إسقاط جزيرة سقطرى بيد ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات. سعد الوكيل الذي فشل في إدارة ملف المحافظة خلال أكثر من عام على سيطرة ميليشيا الانتقال يدفع به قدما من قبل أبوظبي نحو الرياض، والهدف قد يكون تحسين صورته في وجه الحكومة الشرعية بما يضمن إطالة أمد الانقلاب في الجزيرة. آمر بعد الله عز وجل. تحرك يأتي بعد سلسلة تغييرات في الإدارات الأمنية بالجزيرة أجراها زعيم الميليشيا رأفة الثقلي في مخالفة لكل قرارات الرئاسة والحكومة، وكان لصالح علي سعد دور في مساعدته من خلال موقعه. وبالعودة إلى ماضي الرجل القريب، حيث لا تزال عملية الاعتداء المشهورة على كهرباء حديبه ونهب معداتها ونقلها لمؤسسة دكسم الإماراتية ماثلة للعيان وتحكي فصولا من الخيانة بحق أهالي الجزيرة. خطوة نقل سعد إلى السعودية تأتي في سياق تقديم شخصيات مقربة من الإمارات في الجزيرة، أي أن الدور السعودي مستمر، وهو ما أكده شيخ مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت في معرض حديثه عن الدور الذي أدته الرياض من خلال قوات الواجب السعودي إبان الانقلاب على الحكومة الشرعية. بتواطؤ من المملكة العربية السعودية بما يسمى قيادة الواجب السعودي 808 في سقطرى، التحركات الأخيرة تبقى مرهونة بصحوة قيادة الشرعية وما تملك من قرارها، فهل تقبل أن يتصدر المشهد السقطري من ساهم بالانقلاب عليها بالأمس؟